السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف طريقة سهلة جدا في الناس تقدر ترسم بيها أي أشكال تفكر فيها، تمام؟ النهاردة أشكال مختلفة جدا عملتها بالطريقة سهلة جدا دي. طيب كل اللي هنعمله هنروح للماس وهقول له امبليس ماس اهوت، واقول له انا عايز ارسم ريفرنس خط اهوت، ورسمت خط واحد اهو. ممكن ترسمه بالشكل دوت، ممكن تديله اي زاوية زي ما انت عايز. وخلينا نروح كده لل 3D او الليفيشن عشان تعرف ترسم على الخط دوت، تمام؟ اهو الخط اهو، هقول له بقى ست وجع الخط ده. شايف هو هيرسم فين؟ هيرسم يعني كانك بترسم على دور من الادوار. لا، هدوس تاب، ابدا ارسم بالشكل دوت. طيب خليني اقول له شو على اساس ايه يبان معانا هنرسم على ايه، تمام؟ وبعد كده خليني ارسم اي شكل، وليكن مثلا الشكل دوت لان ده من ضمن الاشكال اللي انا رسمتها النهارده بالشكل دوت، تمام؟ بس كده. تعالى بقى نروح بقى ليفل 1، اعمل سيلكت بقى لدوت، تمام؟ وهقول له بقى كوبي. وخليها مالتابل. تمام. ده مبدئيا بس انا هعمل شوية تعديلات بعد شوية. تمام. خدهم بقى بالترتيب. ده واحد، ده اتنين، ده تلاتة، ده اربعة. هقول له بقى ايه كريت فور. بصوا عملها لك ازاي بالشكل الجميل دوت، تمام؟ تقدر بقى تعمل اي اشكال تفكر فيها. طيب انا عايز اغير ده كده، هاجي كده ادوس تاب واعلم على الشكل اللي جوه دوت، تمام؟ واغير بقى المقاس بتاعه، ممكن تغيره باكتر من طريقه. ممكن تيجي تكتب هنا مثلا ده 3000، خليه مثلا 1500. بص حصل ايه، صغر ده وماشي على المسار وراح مغير كل حاجه. تعال هنا وادوس هنا، ممكن بقى تقول له ايه انا عايز اعدل الفورم دوت، تمام؟ ممكن تكبر تصغر زي ما انت عايز، تمام؟ ممكن تيجي هنا تقول له خلي ده 4000، ده الارتفاع. ممكن تغير في الارتفاع، تطلع بيه تنزل، يعني خلينا نعمل سيلكت كده على دوت، تمام؟ وتقدر تغير بقى، تخلي ده يطلع فوق وينزل تحت، تصغر المقاس، كل اللي انت عايز تغير فيه تقدر تغير فيه بسهولة جدا. وده خلي ده 500. فكل الاشكال اللي في خيالك عايز تحلم بيها تقدر تعملها هنا بدون اي مشاكل خالص. طيب عايز تديله ماتريال، اديله ماتريال، اعمل سيلكت كده وهتلاقي الماتريال. هيدوس هنا وخش على الماتيريال وعدل، حط الماتيريال اللي انت عايزه، وتقدر تتحكم في الفيزابل بتاعك وزي ما انت عايز. طيب انا عايز اغير المسار بعد ما عملته كده، ممكن تقول له اد بروفايل، تمام؟ ودي بقى البروفايل في المكان اللي انت عايزه، ضفت انت مثلا هنا البروفايل. خلاص كانك انت وانت بترسم كنت حاطط دايره هنا، الدايره دي تقدر تيجي سيلكت وتقول له اديت بروفايل. اديت بروفايل يعني ايه؟ يعني انا عايز ارسم الشكل من اول وجديد. ممكن ترسم دايره، ممكن تغير الشكل، ممكن تغير المقاس زي ما غيرنا من شوية. كل واحدة من دول تقدر تعمل فيهم نفس الحاجة، يعني تقدر تعدل الشكل زي ما انت عايز وهو هيلتزم بالشكل الجديد ويبدأ ان هو يديك شكله، تمام؟ يعني دايرة، مربع، دايرة بالشكل دوت. فيها انسيابية فممكن متكونش ملحوظة قوي، لكن المربع موجود زي ما انت شايف. ممكن تقول له اكسري. اكسري ده يعني ايه؟ يعني عايز ابدأ اشوف النقط بالشكل دوت بحيث ان انا اقدر احدد النقطة اللي انا عايز اشتغل عليها، تمام؟ تقدر تتحكم في النقط اهي، خلينا نشوف الدايرة اهي، تمام؟ تقدر تتحكم فيها. تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اتحكم في دول مثلا اهوت، عايز اتحكم في الخط ده، تكبر المقاس زي ما انت عايز، والشكل كله هيتبع اللي انت عايزه. ممكن تتعلم على الخط، ممكن تتعلم على الشكل، ممكن تتعلم على نقطة. ممكن تعمل روتيت لو انت حابب،